السي الحاج حميد الله يرحمه انسان كامل في كل شيء، انساني من ناحيه الانسانيه، انسان طيب، يعني خلوق، ما تسمعش منه كلمه ديال العيب وداك الشيء. ومن ناحيه ديال الرياضه راه ما نذكرش معك على قضيه الرياضه، انسان كويري بكل معنى كلمه. كان انا بعد اللي بالنسبه لي انا كان هو القدوه ديالي، يعني كنت كنشوفو كيفاش كيلعب. يعني انسان ملي كيلعب معك راه خصك واخا ما تكونش تعرف تلعب الكره كتعلم معاه. فهمتي؟ وانا ما عشت مع هاد الذكرى بزاف حيت جيت في الاخير ديالو، فهمتيني، حيت هو كبر مني بزاف وداك الشيء. اش نقول، سن فيه الضحك، فيه الضحك. وما لا اسمح لي الا عززت اللسان ديالي، لان هاد المناسبه ماشي ديال اللي غادي نذكروا فيها اني متلوقين وداك الشيء. رحمه الله وصافي، شنو غنقول لك؟ هذاك التاريخ ديال 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 الفريق الرجاء، هذاك معلامه، هذاك الاب ديال الجميع، استاذ ديالنا كقدماء اللاعبين، هذاك عطى الكثير والكثير الفريق في سبيل الله، تضحيه للرياضه. هادشي اللي نقول لكم، هادشي اللي كاين اخويا، هادشي اللي كاين. هذا واجب، وانتم خصكم تديو كصحافه، خصكم تاديو الواجب. هذا السيد راه بان عطى الكثير هذا الفريق، هاد الاخوان راه عاشوا معنا اللي واقفين معاك، فهمتي اخويا. ومسكين مشى هو درويش ومشى درويش. كلمه اللي غنقول في حق هذا السيد انه من الجيل القديم اللي كنسمعوا عليه الشيء الكثير، اللي كيتعد من الناس اللي عطاو الارتسامات الاولى للفريق في القسم الوطني الاول. وهذا السيد هذا اللي سولت عليه المغرب كامل كيقولوا داز من احسن وسط الميدان في المغرب، الحاج حميد باهيج. وهذا الجيل هذا اللي كيلعب دابا حاليا منهم لا داعي لذكر اسمائهم، كان مؤطر في نادي الرجاء البيضاوي، والاخلاق ديالو كتشهد عليه، والان كندعيو ليه بالرحمه والمغفره والله يرحمه. دابا هيجا سيدي، انا ولد الحي ديالهم، احنا عشنا في حي واحد وكنا في ليجون ديك الساعه، ولا هو مكلفينا بليجون ديالنا ديال الرجاء الشبان. ايوا كنت انا وياه وكاين بعض الاخوان تاهما معنا من ليزونسيان. هذا عنده هذاك الشيء خاص به الله يرحمه، ما كاينش شي حد اللي يقدر يعمل داك الشيء اللي دار حميد، ما كاينش. حيت دوز شي ماتشات اللي شفناهم بزاف ما نعاود لك عليهم، داك الشيء خيالي. واستفدوا منه اللعبه بزاف، هاد لي جو اللي كاينين في الرجاء اللي طلعوا واللي مشاو واللي كبروا استفدوا من حميد. وان ماشي ما داوش 100%، هذاك الشيء اللي تتعمل الراجل اللعب ديالو هو داك لو ستيل ديالها، هو لو ستيل اللي خرجوا حميد النهار اللي عطاه ليه الله، ما تعلموش، الله اللي عطاه ليه. حيت هذا الوقت اللي يبلوكي لابال تتلصق في رجليه، ما تتبون بيش تتلصق، ولا تيشوف لا دروات وتضرب لك في لا غوش، ما تيشوفش هو لا غوش اللي هذاك اللي غادي، راه تيشوف لا دروات وتضرب لا غوش تمشي للعاب. و قبل رونالدينو ولا غيره الكبار ديال اوروبا شافوا حميد، وهو ما كان ما عمره ما كان عنده الفكر باش يمشي لبرا. الفيرجيكو ما عمره ما تذكر معاه، كان الفيرجيكو من لي زونتينور الصعاب، وانما حميد ما تيدويش. وبزاف الهضره على حميد، والله يرحمه والله يغفر له والله يصلح له تريكته، والله يغفر له والله يرحمه. شنو نقول لك، ما تفرجش فيه انايا، ولكن على ما حسب ما كانوا يقولوا لنا، لان اللي دربونا لعبوا معاه روبيو، بوقنطار، عبد السلام كعزة، الاب ديال شنو نقول لك، كيما قلت لك الاب، كلهم اباء ديالنا، وعلمونا الكرة، علمونا الديباط، ربونا وطلعنا على يديهم. هو كان من داك الفئة، وكان ديما تيكون في الملعب، ديما تيجي وداك الشيء. على ما حساب اللي تيقولوا لنا، هما كانوا لاعب كان انيق بحال داك الشيء ديال بيتشو الله يرحمه، انسان اللي دار واحد كارير كبيرة في الرجاء، وبقى تنتهى المشوار ديالو فيها وداك الشيء. بهيجا علي وات واحد الفرقه اللي كان تنقولوا يعني كيب دو غيف ديال الرجاء، اللي كفرجات وجات في ديك الفتره اللي بدا داك الشيء ديال النديه مع فريق الوداد البيضاوي وداك الشيء. والله يرحمه والله الله يوسع عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.